السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يعني في هذا الدراء شمولية ونظرة مبسطة حول دروس المكونة للسنة الثالثة إعدادي لمادة العلوم الفيزيائية بالنسبة للتلاميذ المقبلين على السنة الثالثة إعدادي واللي عندهم بطبيعة الحال نهاية كل دورة واحد الامتحان الموحد المحلي بالنسبة للدورة الأولى، وبالنسبة للدورة الثانية كاين الامتحان الجهوي الموحد، باش يكون عندكم واحد النظرة حول الدروس المقبلين عليها. بالنسبة للدورة الأولى غادي يكون عندنا درس المواد، بطبيعة الحال المواد كاينة في السنة الأولى والثانية والثالثة كذلك الدورة الأولى، ثم الدورة الثانية غادي نشوفو الميكانيك والكهرباء. الميكانيك هو الجزء يعني الأكبر في هذه الدورة الثانية. الجزء الأول اللي هو المواد بالنسبة للدورة الأولى، أول درس غادي نشوفو أمثلة لبعض المواد المستعملة في حياتنا اليومية، نشوفو ما هو الفرق ما بين الجسم والمادة يعني أجسام والمواد، ثم تنوع هذه المواد يعني كيف نميز بين مختلف المواد يعني سواء كانت هذه المواد يعني معادن ولا مواد بلاستيكية. الدرس الثاني غادي نشوفوا المواد والكهرباء، نشوفوا مكونات الذرة. طبعا السنة الماضية كنت شفتوا الجزيئات والذرات، فهذه السنة غادي نشوفوا المكونات ديال الذرة، يعني نحاولوا نتعمقوا في المادة أكثر، نتعرفوا على النواة والإلكترونات، بعد ذلك نشوفوا الأيونات يعني واحد المفهوم اللي هو جديد، ثم الخواص الكيميائية لبعض هذه المواد، تفاعلات بعض المواد مع الهواء يعني المواد الكيميائية تتفاعل مع المواد، كيف تتفاعل وما هي العوامل المؤثرة في هذا التفاعل. نشوف أكسدة الحديد في الهواء الرطب، يعني كنقولوا أكسدة الحديد يعني كيتكون الصدأ، لماذا يصدأ الحديد. ثم أكسدة الألومنيوم، كذلك الألومنيوم كيقالوا الأكسدة وهو تفاعل كيميائي، تفاعلات بعض المواد العضوية مع ثنائي الأكسجين. إذا هنا فهذه التفاعلات خصنا نكونوا كنعرفوا مفهوم التفاعل الكيميائي اللي شفتوا السنة الماضية يعني في السنة الثانية إعدادي. بعد ذلك نشوفوا تفاعلات بعض المواد مع المحاليل، أو نشوفوا أول مرة مفهوم pH، يعني ما معنى pH المحلول وكيف نقيس هذا pH المحلول وشنو هي القيم التي أخذها هذا pH. نشوفوا الاحتياطات الوقائية أثناء استعمال المحاليل الحمضية والمحاليل القاعدية. بالنسبة للمحاليل المائية كاين محلول حمضي محلول قاعدي وكاين محلول محايد. كذلك نتعرفوا على تفاعلات الكيميائية لبعض المواد مع المحاليل الحمضية والقاعدية، وروائز الكشف عن بعض الأيونات اللي كيعطيونا هاد يعني التفاعلات الكيميائية مع هذه المحاليل. بعد ذلك خطورة بعض المواد المستعملة في حياتنا اليومية على الصحة والبيئة، نشوفوا كيف يؤثر ولا تؤثر هذه المحاليل على الصحة وشنو هي يعني الأشياء الوقائية التي يجب اتباعها لكي نحمي أنفسنا من هذه المخاطر. بالنسبة للدورة الثانية غادي نبداو بالميكانيك. طبيعة الحال بالنسبة للسنة الأولى والثانية بعض الأحيان ما كنكملوش المقرر، لكن في السنة الثالثة خصنا ضروري نكملو المقرر لأننا كنكونو متبوعين بالامتحان الجهوي وخصوصا في الدورة الثانية. إذا كما قلنا أن في الميكانيك غادي نشوفو الحركة والسكون، ما معنى حركة وما معنى سكون وكيف نميز بينهما. نشوفو الجسم المرجعي ولا المرجع، وسوف نصف الحركة أنواع الحركة، ثم المسار يعني شنو هي طبيعة المسار، ثم كاين طبيعة الحركة كاين حركة دوران وحركة إزاحة. بعد ذلك نشوفو السرعة المتوسطة وكيف نحسب السرعة المتوسطة للجسم. نشوفو كذلك ثلاث أنواع من الحركة اللي هما الحركة المنتظمة الحركة المتسارعة والحركة المتباطئة. بعد ذلك أختار السرعة والسلامة الطرقية، كيف نتجنب يعني حوادث السير، وغادي ندرسو يعني السلامة الطرقية. الدرس الموالي هو حول التأثيرات الميكانيكية واللي كتسمى القوى، نشوفو ما معنى تأثير ميكانيكي وما هو مفعول التأثير الميكانيكي، وندرسو يعني تأثيرات التماس وتأثيرات عن بعد. كاين نوعين من التأثيرات الميكانيكية، هذا التأثير الميكانيكي سوف ننمذجه ولا نعطيه واحد الرمز هو على شكل قوة يعني كيتسمى قوة. نشوفو شنو هو مفهوم القوة، ما هي مميزات هذه القوة، كيف نقيس القوة يعني ما هو جهاز القياس هذه القوة، وكيف نمثل قوة، قوة ميكانيكية بطبيعة الحال. الدرس الموالي هو حول توازن جسم خاضع لقوتين، فاش غادي نتعرفوا على قوة، غادي نحاولوا نشوفوا عندما يكون جسم صلب خاضع لقوتين ما هي مميزات تلك القوتين ويعني شروط التوازن، غادي نشوفوا شروط التوازن. بعد ذلك الوزن والكتلة، غادي نتعرفوا على مفهوم الوزن والكتلة، وهناك خلط كبير كذلك عن التلاميذ وعن يعني كثير من الناس حول الوزن والكتلة.
كاين اللي كيقول بان الكتله هي الوزن والوزن هو الكتله، لكن هناك فرق كبير بين الكتله والوزن. كذلك غادي نتعرفوا على الفرق ما بين الوزن والكتله، رغم انه كاين هناك علاقه ما بين الكتله والوزن، لكن هناك فرق بينهما، الوزن ليس هو الكتله. بالنسبه للجزء الكهرباء غادي نشوفوا المقاومه الكهربائيه وقانون اوم. كنت تعرفت على المقاومه الكهربائيه في السنه الاولى اعدادي، هنا غادي نتعرفوا عليها بشكل اكبر ونشوفوا الدور ديالها في الداره الكهربائيه، ومنها غادي نحاولوا نستخلصوا قانون اوم، غادي نستخرجوه وغادي نشوفوا شنو هي العلاقه التي يعني توجد بين المقاومه الكهربائيه وبين التيار الكهربائي والتوتر الكهربائي. بعد ذلك نشوفوا مفهوم القدره الكهربائيه، ما معنى القدره الكهربائيه وما هي القدره الكهربائيه المستهلكه من طرف جهاز التسخين. ثم غادي نتعرفوا على الطاقه الكهربائيه، الطاقه الكهربائيه المستهلكه من طرف هذا الجهاز خصوصا اجهزه ديال التسخين، غادي نشوفوا الطاقه الكهربائيه المستهلكه فيه والطاقه الكهربائيه الكليه المستهلكه في تركيب منزلي. يعني في المنزل كي كتكون عندنا واحد الطاقه كهربائيه مستهلكه، كنحاولوا نحسبوا الطاقه الكهربائيه المستهلكه باش نعرفوا شحال هي يعني الثمن اللي كنخلصوا على هذه الطاقه الكهربائيه، وهنا بمساعده العداد الكهربائي. اذا العداد اللي كيكون في المنزل هو اللي كيحسب لنا الطاقه الكهربائيه، وعن طريقه كنخلصوا الفاتوره ديال الكهرباء. اذا كانت هذه واحد النظره مبسطه حول الدروس ديال السنه الثالثه اعدادي، نتمنى انها تكون واضحه ولو بشكل اولي، ونتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.